الموضوع لتوفير المياه بين يوم وآخر لمناطق كركوك لحين اكتمال المرحلة الثانية من مشروع ماء كركوك. وأكد مدير ماء كركوك أن محافظ كركوك الدكتور نجم الدين كريم عمل جاهدا ومن خلال اتصالات مباشرة مع الشركة المنفذة للمشروع على العمل وبشكل مضني في المرحلة الثانية من مشروع ماء كركوك الذي سيسهم في زيادة في توفير المياه لمناطق كركوك دون انقطاع في حال اكتماله. يشار خالد وتفاصيله. عقب تسلم الدكتور نجم الدين كريم منصب محافظ كركوك سعت إدارة المحافظة لتقديم أفضل الخدمات ومن جميع النواحي للمواطنين ولمناطق كركوك دون تمييز. ملاكات مديرية ماء كركوك عملت جاهدة في توفير الماء الصالح للشرب لمناطق كركوك وأقفيتها ونواحيها لحالة الإعمار والبناء التي تشهدها كركوك حاليا. مشروع ماء كركوك الموحد بمرحلته الأولى تقوم بتغذية مناطق كركوك بالماء بعد جهد عمل ظاهر للعيان من قبل ملاكاته. مشروع ماء كركوك الموحد تابع لمديرية ماء كركوك. احنا شغلنا احنا شنو تصفية الماء وارسالها الى مدينة كركوك، طبعا يغذي مدينة كركوك تقريبا باكمله. يعني احنا عندنا هنا 16 حوض ترسيب، يجي لنا الماء من الدبس من نهر الزاب، نستلم الماء وندزه نرسله الى احواض الترسيب. هنا يصير عملية التصفية الابتدائية، نضيف عليه مادة الشف فقط. وراء هذا العملية عندنا التصفية الأخيرة الفلتر فلتريشن. هنا يصير شيء باقي مواد عالقة طين يصفي الفلتر، يطلع من الفلتر عندنا خزان يتجمع بالخزان، يصير عليه عملية التعقيم، يصير الماء معقم 100%. مدير ماء كركوك أوضح بأن انقطاع المياه عن بعض مناطق كركوك بين الحين والآخر لا تشكل حالة طارئة، لأن المديرية تعمل حسب الخطة الموضوعة في توفير المياه بين يوم وآخر لمناطق كركوك لحين اكتمال المرحلة الثانية من مشروع ماء كركوك الذي تلكأ العمل فيه نوعا ما بسبب أن المشروع ينفذ من قبل ملاكات وزارة البلديات والأشغال وشركات متعاقدة مع الوزارة، ليست لمديرية ماء كركوك أو إدارة المحافظة دخل في عملها. مشيرا إلى أن الدكتور نجم الدين كريم محافظ كركوك عمل جاهدا ومن خلال اتصالات مباشرة مع الشركة المنفذة للمشروع في إعادة العمل وبشكل مضني في مشروع ماء كركوك بمرحلته الثانية الذي سيضفي زيادة في توفير الماء لمناطق كركوك دون انقطاع وباستمرار قد تصل إلى 24 ساعة حين اكتمال المشروع، معتبرا محافظة كركوك أحد أفضل المحافظات من ناحية توفير الماء الصالح للشرب للمواطنين. بالنسبة لإيصال الماء بعد تنفيذ زون 5 شبكة ماء كركوك المرحلة الثانية، الأحياء الجنوبية كانت تعاني شحة مائية كبيرة قاتلة. حاليا بعد إنجاز هذا المشروع العملاق تصل الماء إليهم مثل ما كان تصل إلى الأحياء الشمالية ووسط مدينة كركوك. أما بالنسبة لكمية الماء اللي توصل من مشروع ماء كركوك الموحد المرحلة الأولى فهي كمية محدودة لا يغطي كل السكان، فهناك عدد كبير من الأحياء بين يوم آخر توصلهم ماء لحين إنجاز مشروع ماء كركوك الموحد مرحلة ثانية. أقول للمواطنين أن يتعاون مع مديرية الماء لأن الكمية الماء المجهز من مشروع ماء كركوك الموحد أو كيوان لا يغطي كل السكان، فأرجو أن يتعاون ماء في ترشيد واستهلاك الماء لحين إنجاز مشروع ماء كركوك الموحد مرحلة ثانية أو كيوان مرحلة ثانية، فإن شاء الله عندما ينجز هذا المشروع يكون هناك ماء 24 ساعة. مدير ماء كركوك وصف محافظ كركوك الدكتور نجم الدين كريم بأنه الدينامو والمحرك الأساسي في تنفيذ العديد من المشاريع الخدمية لكركوك وأهلها وخاصة توفير الماء الصالح للشرب للمواطنين، داعيا في الوقت ذاته أهالي كركوك ترشيد استهلاك الماء قدر الإمكان كون فصل الصيف دق الأبواب وأن أكثر من دولة متقدمة تعاني من شحة المياه في مثل هذا الموسم. محافظ كركوك هو الدينامو بالنسبة لمدينة كركوك وبالنسبة للمشاريع داخل مدينة كركوك. تعاون وتكاتف المواطنين مع جميع الدوائر الخدمية يساهم في ارتقاء كركوك نحو الأفضل والأجمل، وترشيد استهلاك الماء واستغلالها بالشكل المطلوب دون الإسراف يساعد كثيرا في توفير الماء لأيام أطول وانحسار لشحة المياه وخاصة في فصل الصيف. يشار خالد، فضائية كركوك. دعا أعضاء في مجلس محافظة كركوك من